بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في قناة أم دودي. لكنتوا أول مرة تشوفوا القناة، اشتركوا، فعلوا الجرس ليصلكم كل جديد مع لايك إن أمكن، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في قناة أم دودي 2. وصفتنا لنهار اليوم هي عبارة عن جاتو شرب القهوة وبسكوي سكري، اقتصادي خفيف والسهل. وفي حاجة اللي فيه مميزة هي المنكه اللي راح نزيد فيه. راح نقدم لكم المقادير وتشوفوا المنكه في الأخير. المقادير هي عندنا زوج كيسان فارينة أو طحين، نصف كأس سكر ناعم سكر عادي، نصف كأس زيت، 3 ملاعق فلور دورانجي وماورد. وكيس خميرة كيميائية بيضة. والمنكه حبيباتي هو حبة حلاوة، صدقوني الطعم يجي روعة. تاع البسكوي هذا راح نرحيوها فيما بعد باش تجي النكهة تاعها تبقى. هدرنا على هذا داكور. الان ان شاء الله نبداو في تحضير الوصفة. بيضة واحدة، تستعمل يدي. اوه شوف جات غريبة. الزيت اقتصادي، كاني بلي كاطو تاع بكري تاع زمان، كنا نديروهم غير بالزيت ايام ما تخلفش، كان كلش بنية. سكر خلص، ندخل شويه السكر في الزيت والبيضه عشان ما تطيح. ما تقول ما حكي حكي مليح درنا بيز هكذا احنا كي نحكو حتى تبيض العجينه. اش تاع الزيت دوك جي كوتي لونك على ما تجي هو باش ما تعملي له حلاها. ربي يرحمها ويسرها. الحمد لله موت المسلمين يا رب. ما طاو ما بيك الروبوت يا لا يدينا بكري لا كنا نديرو بيدينا كيما سي الباتور باوي يمكن بكري ما هذا الروبوت بدات كي سافا دوني ان غو سبيسيال. وي كنا كنديرو بيدينا وتجي عوا هذا الباتور سي با ممكن غير بلي نديرو بيدينا. نحس بالسكر تاع الباب الازهر وحده من الرائحه تاع حدا نتاكم حبيباتي اللي يسكنوا لهنا على بالك يتبع في لو كلير. هذا قوي احسن من هذيك لابوتيل الكبيره. J'aime bien faire un truc comme ça. En bois, ouais. 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 On va bien on s'arrache les biscuits secs là de ta charge de carreau de ma sœur. Ou حاجة اقتصادية كنا قاعدين نطلبوا كل خطرة. حبة حلاوة حبة حلاوة حبيباتي في لي بيسكوي روعة. نحب فيها بس تطلق أكثر النكهة تاعها. الآن نبدا نزيد الفارينة بالتدريج.
دائما الفرينه زيديها في المرحله باردون الخميره زيديها في المرحله الثانيه تاع الفرينه. تما ديري نصف الكميه تاع الفرينه والمرحله الثانيه حطي الخميره الكيميائيه تاعك. الان راح نحط الخميره. الان حطينا الفرينه حطينا الخميره الكيميائيه. نبدا نضموا العجينه تاعنا. هذا تسلم نكوروها ونبداو نحضروا البسكويت تاعنا اللي راهم تبعتكم ساهلين وبنان روعه بحبه حلاوه اللي فيهم. شوفوا قوام حبيباتي تاع العجينه كيفاه جاي. انا الان راح نوزن الحبيبات تاعي ما يكونوش كبار بزاف خاطرش حطينا الخميره راح نزول يطلعوا. راح نوزنهم كامل. هذه راح ندير فيهم 17 غرام ونرجع لكم الان. حبيباتي بعد ما وزنتهم كامل الان سجيت البلاطو تاعي. هنا حطيت قليل من الحليب مع ماء زهر. عندنا هنايا باه نرشموهم. هنا عندي لاكاسونات اللي ما عندهاش لاكاسونات دير سكر عادي. حنا جوست بوغ كاراميليزي باردون غير باه نكاراميليزي الكاطو من الفوق. نحطو لاكاسونات حبيباتي البلاطو تاعي هذا ونحطهم في الفرن 180 درجة لمدة 30 دقيقة. أظن نلتقي فيما بعد. وصلنا الى نهاية وصفتنا لنهار اليوم حبيباتي اللي كانت بسكوي بسيط اقتصادي بحبة منسم بحبة حلاوة. ذوق ذقناه روعة. نتيجة كما تشوفوا فيها هنايا مدة الطهي حكمت لي 25 دقيقة. وانت وحسب الفرن تاعك تقدري تحمريه مليح تقدري تخليه دوغي كيما تاعنا. راح نقسمو حبة راني من ديجا قد ذقته. قرمشة روعة. ملاحظة هامة حبيباتي لما ديروا لي بسكوي ساك كيما هادو من المستحسن تحطوهم في علب ميتال كيما هادو ما تحطوش في البلاستيك لان البلاستيك راح يرطبهم. وهادو لي بواطو ميتال يخليو مده طويله لي بيسكوي ساك تاعنا مقرمشين. هذه هي النتيجه. ذقناهم روعه مع حبه حلاوه. ناريمان عجبوك؟ تخوفهم تخوف.
تحفة فوالا هذه النريمان حبت شربت شرب لاتاي تاعها مع العشية حضرت لها ان شاء الله المرة القادمة ان شاء الله راح نقدم لكم وصفة اخرى للاطفال رائعة تاع لي بيسكوي ساك تاني انتظرونا في الوصفات القادمة ونقول لكم ليلة سعيدة نريمان السعارة هاي ناش تاع الليل انا كملنا التصوير إلى فيديو قادم إن شاء الله. هذه وصفة اليوم، إذا أعجبتكم أعملوا لايك، فعلوا الجرس ليصلكم كل جديد إلى وصفة جديدة إن شاء الله.